السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حتى يرضى وإذا رجع ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو صغير مختصر جدا لغاية لما نكمل نعمل فيديو بتوسع اكتر شويه. بنتكلم على كيفيه كتابه المراجع لما بتيجي ناخد ابحاث او حاجه وبنستعين بيها، ازاي بتتكتب داخل المتن وفي نهايه البحث في باب المراجع. يعني النظام التوثيق الحقيقه بيبقى وفقا للاي بي اي اللي هي الامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن، اللي هي وفقا لاسلوب الجمعيه الامريكيه السايكولوجيه. والحقيقه مش ده النظام الوحيد، في اكتر من نظام يعني، لكن ده بس مختصر بحاجه بسيطه. يعني اذا كان داخل البحث بتتكتب ازاي، اذا كان المرجع كتاب، يعني هنا عشان نحدد هنا اهو، اولا ده داخل البحث، ده داخل البحث. الحاجه الاولانيه اهو بنختار، بنشوف داخل البحث، داخل البحث ده هنشوف إذا كان المرجع بتاعنا كتاب فبيكون الترتيب على النحو التالي: اسم العائلة، يعني ممكن إحنا لو حبينا نرقمهم أو نحط سهم، اسم العائلة، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات. وبيتم الكلام ده بين قوسين، يعني كاتبين الكلام كده كله، مثلا بنقول ان ومثلا ووجد ان كذا وكثير من الابحاث ذكرت كذا، وبنحط بين قوسين زي كده اسم المؤلف اهو، نحط بقى هنا كده اسم المؤلف اهو، سنة النشر اهي، وادي الصفحة، او اذا كانت صفحة واحدة اللي خدنا منها بالشكل ده كده، وطبعا ده باللغة الانجليزية، ادي اسم الباحث، ادي السنة، ادي الصفحة. طيب ده إذا كان مؤلف واحد، إذا كان هنا المؤلف منفرد، إذا كان المؤلف منفرد. طب إذا كان المؤلف اتنين أو أكتر إلى آخره، اتنين، إذا كان اتنين فبيكتب بالشكل ده: اسم المؤلف الأول فاصلة، نسيت أقول إن هنا ناخد بالنا من حاجة، لو إحنا كبرت شوية أهو، هنا مفيش فاصلة، مفيش مسافة، مفيش مسافة في المكان ده، مفيش مسافة هنا، مفيش مسافة، لكن هنا في مسافة بعد الكومة، نفس الشيء هنا. يبقى لما بنحط الكومة المقلوبة دي هنا يبقى بالشكل ده كده هنا، أو الفاصلة المقلوبة، وهنا في مسافة بعدها لكن قبلها لا، نفس الشيء هنا، فناخد بالنا من المسافات. يبقى ده هنا اسم المؤلف الأول، اسم المؤلف الثاني، وبنفس الطريقة كده، ادي العربي وادي الانجليزي. طب اذا كان ثلاث مؤلفين بقى او اكتر، يبقى اذا كان واحد او اتنين بنذكر الاسماء كلها، اذا كان اكتر ايه اللي بيتكتب بقى؟ اسم عائله المؤلف الاول فقط، اسم العائله اللي هو الاسم الاخير خلاص، ويضاف اليه بقى عباره اتقل اللي هي فين، اللي ممسوح هنا ده، اللي ممسوح هنا ده اللي هو ده اتقل، بس الحقيقه بتتكتب مايله مش قائمة كده، بتبقى ايتاليك مايلة، معناها ايتالي اللي هي عند اذرز واخرون، يعني ادمز واخرون، او هنا انيس واخرون، معناها اكتر من اتنين، مش معاها واحد بس، لا معاها تلاتة اربعة كده يعني. ونفس الطريقة هي يبقى اذا كان مؤلف منفرد اسمه فقط او اسم الاتنين بيتكتبوا، اكتر من كده بيتكتب اسم العائلة مش اسم الراجل. يعني لو واحد مثلا اسمه هنا مثلا ادمز، اسمه جون ادمز، فادمز ده اسم العائله، فبنشيل كلمه جون وبنحط ادمز وبنحط يتقال. طبعا في طرق كثيره للكتابه، يعني ده اذا كان المرجع عباره عن كتاب، ده كل ده داخل جوه المتن، داخل المتن. طب اذا كان المرجع المنشور عباره عن بحث منشور في مجله علميه، هيراعى كل ده نفس الطريقه، هي مفيش اختلاف. طب اذا كان الموقع على الانترنت ومستشهدين بينه في الداخل، وطبعا ده المفترض ما يبقاش كتير يعني للضروره، اسم المؤلف ان وجد، ان احيانا ما بيكونش اسم المؤلف موجود، بس بيبقى اسم الويكيبيديا او مؤسسه او جامعه ومش محطوط اسم المؤلف، فبناخد بقى الترتيب بتاعنا اهو، ادي اسم المؤلف، عنوان المقاله، السنه، وهنا بقى الموقع مش حكايه الصفحات. فنفس الطريقه، ادي اسم المؤلف اهو، وادي السنه، وادي اسم المقالة اهي بالشكل ده كده، ونتبعها بايه؟ بالموقع اللي هو ده.
عنوان الموقع بناخده وبنحطه. ليه بنحطه؟ عشان لو حد عايز يدخل على الموقع يتأكد ان البحث ده موجود، مع البيانات بتاعة البحث او الكتاب اقدر ادخل عليها. طبعا هنا في الداخل مش من هنا، لكن في كتابة المراجع في الاخر بنحط بقى عنوان المجلة اللي احنا استخدمناها. ليه؟ عشان لو واحد عايز يروح يتأكد من البحث ده. نفس الشيء هنا، عشان يتأكد فلازم بنكتب اسم المرجع ده اذا كان داخل البحث. طب كل دول اللي احنا كتبناهم دول جوه، بره بقى بيكون الشكل عامل ازاي؟ اهو، وهنختار لون تاني اللي هو اللون الازرق اهو. ده هنا بقى في النهاية خالص لما بنيجي نحطهم تفصيليا، يبقى جوه الكتابة دي كلها كانت اختصارا. طب تفصيليا بقى كان الوضع ايه؟ اهو المصادر والمراجع بنبدأ بيها الأول، ثم المصادر والمراجع الأجنبية، التوثيق الكتاب باللغة العربية أو الأجنبية، فبيراعى ايه؟ اهو بيراعى اسم المؤلف أو شهرته، اسم العائلة أو الشهرة بتاعته، ثم يليه اسمه هو. خلي بالنا احنا هنا كنا بنكتب الاسم فقط بتاع العائلة، لا هنا بنكتب بقى الحاجة كاملة. يبقى اسم العائلة اللي كان مكتوب جوه، بس بنحط بقى اسمه هو، وبعدين بنحط سنة النشر، وبعدين بيبقى فيه هنا فراغان. فراغان ده يعني ايه؟ بنعمل السبيس الفراغ للزرار بتاع الكيبورد مرتين، وبعدين بنحط عنوان الكتاب بالشكل ده، ويوضع تحته خط زي ما هنشوف دلوقتي كده، وبعدين بنحط رقم الطبعة اذا كان في اكتر من طبعة، طبعة اكتر من مرة، ثم اهو فراغين، ثم دار النشر اللي نشرته، واتنشر فين؟ اهو مثال التركي ده اسم العائلة، هنكبر شوية، التركي ده اسم العائلة، اسم المؤلف نفسه خالد، هنا في الكومة الفاصلة، وادي هنا نقطة خلاص. طيب وبعدين سنة النشر نقطة، وبنسيب فراغين، الفراغين دول اللي هو هنا قايل عليهم دول اللي هو فين؟ اهم هنا. وبعدين عنوان الكتاب، عنوان الكتاب اهو طه، يعني طبعة، الطبعة طبعا عنوان الكتاب تحته خط زي ما احنا شايفين، وادي الطبعة كذا، طبعا نقطة وفراغ وهكذا. طب الطبعة اللي هي دي اهي، وبعدين فراغين، وبعدين دار النشر، الناشر اللي هي دار النشر اللي هي ايه؟ دار النشر اللي هي الكتاب الجامعي، مكان النشر اللي هو الرياض بالمملكة العربية السعودية. باللغة الإنجليزية أهو اسم العالم، اسم العائلة، وبنحط الحرف الأولاني من اسم الراجل، وبعدين الفراغين، وبعدين آدي الفراغات، وآدي ده سنة النشر، اسم الكتاب وتحتيه خط زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبعدين حطينا دار النشر والمكان أهو بالشكل ده كده. طيب ده إذا كان كتاب. طب إذا كان بحث منشور بنفس الكلام أهو، هو بالشكل ده كده، بس هنا بقى اسم المؤلف، اسم العائلة اسمه، وبعدين سنة النشر، عنوان البحث بين علامتي تنصيص زي ما هنشوف دلوقتي، بعدين اسم المجلة، المجلد والعدد، الموجود ساعات بيبقى المجلد بس، ساعات بيبقى العدد بس حسب، والصفحات من صفحة كام لصفحة كام. كمثال اسم العائلة أهو، اسم المؤلف أهو، سنة النشر أهي، عنوان البحث بقى واخد من هنا لهنا وبين علامتين تنصيص اللي هو ده لغاية هنا اهو، وعلامات التنصيص فين؟ اهي ادي علامة تنصيص اهي عشان بنحدد العنوان، وادي علامة التنصيص التانية اهي بالشكل ده كده. وبعدين بنعمل ايه؟ بنحط اسم المجلة اهي، مجلة ابحاث اليرموك. طبعا ممكن تكون مجلة ابحاث اليرموك دي مثلا كده ليها اكتر من سلسلة، فبنحدد بين قوسين اسم السلسلة، وادي رقم الاسم المجلد 9، ده المجلد اللي هو هنا اهو، رقم المجلد 9، وبين قوسين العدد وعدد الصفحات بالشكل ده كده. باللغة الإنجليزية اسم المؤلف اهو، والمسافة، وادي الحرف الاولاني من اسمه، سنة النشر، عنوان البحث اهو بين علامتين تنصيص لغاية هنا، وبعدين بعد كده فين؟ اسم المجلة جورنال اوف هيدروليك ريسيرش، اسم المجلة اهو، نقطة والمسافة، المجلد، وبعدين اللي هو الفوليوم، وبعدين النمبر بتاع العدد، وادي ارقام الصفحات بالشكل ده كده. طيب اذا كان التوثيق ده عبارة عن رسالة جماعية، بس ايه بقى؟ اشترط هنا حاجة اهو، غير منشورة، فبيحصل نفس الترتيب، هنلاقي ان احنا بنتكلم تقريبا بنفس الطريقة اهو، اسم عائلة الباحث،
ثم الاسم بتاعه خلاص، وسنة النشر، عنوان الرسالة، الكلية اللي اتناقشت فيها الرسالة، ثم الجامعة طبعا، بلد النشر في أنهي بلد، وبعدين بيتكتب عنوان الرسالة بين علامتي تنصيص، ما ننساش الكلام ده. خلاص المثال بتاعنا اسم العائلة، اسم المؤلف، سنة النشر، علامتين التنصيص اللي هو عنوان الرسالة، لغاية فين؟ لغاية أهو ده كله هنا، وتاني فين بقيت أهو، بتخلص هنا، ده عنوان الرسالة بالشكل ده. وبعدين بنحدد الرسالة إنها رسالة ماجستير وإنها غير منشورة، ده مهم جدا، يبقى حددنا إنها غير منشورة. وبنحدد الكلية ثم الجامعة ثم البلد وإيه المدينة والبلد. باللغة الإنجليزية آدي اسم المؤلف العائلة، آدي الاسم الأولاني الحرف الأولاني من اسمه، سنة النشر، وآدي عنوان الرسالة بين علامتين تنصيص اللي هو كل ده لغاية هنا، بين علامتين تنصيص لغاية هنا. طيب بعد كده أهو بنحط إنها بنحدد إنها unpublished أهو، وإنها رسالة دكتوراه بي اتش اللي هي رسالة دكتوراه، هنا كانت رسالة ماجستير وغير منشورة. بنحدد بعد كده بنعمل إيه؟ بنعمل بنحدد المكان اللي اتنشر فيه أهو، وبنحدد الجامعة يبقى الكلية والمعهد والبريمن جورني في ألمانيا بالشكل ده كده. طيب توثيق الإنترنت بقى أهو بالشكل ده كده، ونحط لون آخر نخليه اللون ده. أهو توثيق الإنترنت بالشكل ده أهو، نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هنلاقي اسم العائلة المؤلف، وبعدين أو شهرته ده أو ده حسب، وبعدين اسمه، سنة النشر، عنوان المقالة بين علامتين تنصيص أهو بالشكل ده كده، بين علامتين تنصيص، وبعدين الموقع اللي احنا خدنا منه، وبعدين بنحط تحتيه خط، ده مهم جدا. فين بقى نطبق ده؟ اسم العائلة، اسم المؤلف، سنة النشر، وادي بين علامتين تنصيص عنوان المقالة بالشكل ده لغاية هنا، فين الموقع اللي احنا خدنا منه؟ اهو بالشكل ده كده. يبقى بكده شفنا تقريبا، في طبعا اشياء اخرى كثيرة يعني خلاص، لكن دي الحاجات الاساسية اللي احنا ممكن ايه بنستخدمها. ارجو ان شاء الله يكون الفيديو القصير ده فيديو قصير واختصار، لكن الموضوع طويل جدا، وفي هناك هيبقى فيه فيديو ان شاء الله تفصيلي اذا اتيح الوقت يعني. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت نسيت او اخطات في شيء فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل فيه رياء ولا سمعة يا رب، ان شاء الله باذن الله. نرجو نكون الجميع بيستفاد من الطلبة والطالبات في معمول الكلام ده كله، عشان مقرر بحث التخرج يعني للطلبة اللي في السنة النهائية. لكن طبعا طلبة الماجستير والدكتوراه بيبقى القصة مختلفة شوية بقى، وتاخد بالتفصيل اكتر شوية يعني. بالتوفيق والنجاح للجميع يا رب ان شاء الله، والى ان نلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.